خلينا نروح دلوقتي نتابع اخر اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه كمان. هتكون معانا هنا ابو القاسم مراسلتنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا بصبح عليكي كل دلوقتي جماهير 10 الصبح اكيد اللي بيسمعونا يعني معانا، وخلينا نعرف منك كده اخر المستجدات الخاصه بالنادي الاهلي، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 3 والمران هيبدأ فيه تمام 4 العصر. كمان يا نهواند خليني أقولك أن قبل انطلاق المران الفريق هيقوم بعمل مسحة طبية طبعا استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام فريق المريخ السوداني. يعني الحقيقة أنها تكون طبعا مباراة مهمة جدا، خلاص متبقي مباراتين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والحقيقة أنه لا غنى عن الفوز في المباراتين. عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي، إن شاء الله كالعادة هيكونوا على قدر من المسؤولية ويقدروا يحسموا المباريات لصالحهم. كمان فريق 2001 ناشئين كرة القدم قدر أمس يحقق فوز أمام فريق الاتحاد السكندري، ده كان ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الجمهورية. يعني خليني اقول لكم ان المباراه كانت كبيره جدا، كانت مباراه ماراثونيه وكان فيه الحقيقه نديه كبيره من قبل الفريقين، لكن شباب النادي الاهلي قدروا يحسموا المباراه لصالحهم وبكده يكونوا رفعوا نقاطهم ل 48 نقطه. ده فيما يخص اخبار كره القدم. خلونا دلوقتي بقى نروح لاخبار الالعاب الاخرى ونبدا بكره السله. سيدات كره السله النهارده بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعه 6:30 مساء استعدادا بقى لنصف نهائي بطوله دوري السوبر. يعني لسه لم يتم تحديد خصم النادي الاهلي. غدا فريق الهليوبلس والطيران هيلعبوا مباراه، والفائز فيها هيواجه النادي الاهلي في نصف النهائي. يعني طبعا ايا كان الخصم اللي هيواجه النادي الاهلي بنتمنى كل التوفيق لسيدات كره السله. كمان شباب كره السله 18 سنه النهارده عندهم مباراه مهمه امام سموحه للتتويج بقى بلقب دوري الجمهوريه. يعني هم امس كانوا قدروا يحققوا فوز على فريق سبورتنج بنتيجه 63-58، ان شاء الله النهارده كمان يقدروا يحققوا فوز على فريق سموحه ونبقى بنحتفل مع شباب 18 سنه بالتتويج ببطوله دوري الجمهوريه. خلونا بقى نروح للعبه كره الطايره. سيدات كره الطايره النهارده ايضا بيواصلوا تدريباتهم بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه طبعا كان منحها الجهاز الفني بقياده حمدي الصافي بعد انتهاء الدور الثاني من بطوله الدوري. هيرجعوا بقى يبداوا ثاني يستعدوا للمرحله القادمه وبالتحديد سيمي فاينل كاس مصر اللي هيكون يوم الحد القادم 20/2 امام فريق سبورتنج. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب وان شاء الله يحققوا بقى مزيد من البطولات. كمان شباب كره الطايره 15 سنه قدروا امس يحققوا فوز على فريق هوليليدو بنتيجه 3-0، ده كان ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. الحقيقه ان هم عملوا مباراه كبيره، كانوا مسيطرين على مجريات المباراه منذ بدايتها حتى نهايتها، قدروا يفوزوا في جميع الاشواط وبكده يكونوا حققوا انتصار جديد في بطوله الجمهوريه. اخيرا بقى نروح لسيدات كره اليد. سيدات كره اليد ايضا بيواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه، بالتحديد ده هتكون يوم الجمعه القادم امام فريق الطيران، ده ضمن منافسات المرحله الثانيه من بطوله الدوري. يعني سيدات كره اليد الحقيقه ماشيين بخطى ثابته جدا في بطوله الدوري، فازوا في جميع المباريات بالعلامه الكامله وطبعا متصدرين جدول الترتيب، ان شاء الله يكملوا بنفس الاداء ويحسموا بطوله الدوري لصالحهم. يعني دي انا هوند كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. معاكي طبعا لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو. لا انا ما عنديش اي استفسارات ثانيه، انا بشكرك جدا على التغطيه الرائعه زميلتنا العزيزه الشاطره هلا ابو القاسم.